أما بعد فأيها الإخوة المسلمون، انعقد خلال هذا الأسبوع الماضي منذ أيام مؤتمر إسلامي كبير للتقريب بين المذاهب الإسلامية أو بين الفرق الإسلامية، خصوصا بين السنة والشيعة. وحضر هذا المؤتمر أكثر من 200 شخصية من أنحاء العالم، وكان لي كلمة في بداية المؤتمر وكلمة في ختام المؤتمر، وقلت في الافتتاح إننا لن نستطيع أن نواجه مشكلاتنا حقيقة إلا إذا تكاشفنا وتصارحنا، إذا جئنا للمجاملة وقلنا كلمات يجامل بعضها بعضا بعضنا بعضا ثم انصرفنا، فستبقى الأمور على ما هي عليه. المسلمون الآن في وضع خطير، خصوصا هذا الوضع الفرقي أو الطائفي أو المذهبي بين السنة والشيعة، ولا سيما ما يجري في العراق من أمور تقشعر منها الأبدان وتشيب لهولها الولدان، ما يجري في العراق من مذابح على الهوية، من كان اسمه عمر يقتل في الحال، من كان اسمه عثمان يقتل في الحال، فرق الموت وميليشيات الموت ومعها ما معها من أسلحة وعتاد. هذا ما يجري في العراق، تهجير الناس من مواطنهم من البصرة، الآن يريد تفريغ بغداد من أهل السنة، هذا ما نرفضه. نحن رفضنا كل عمل تقوم به فئة من الفئات مثل ما كان يفعل الزرقاوي وهذه الأشياء، برئنا من سفك الدماء بغير حق، ولو كان الذين يفعلونها ممن ينسبون إلى أهل السنة. ونحن كذلك نبرأ من كل دم يسفك على أيدي الشيعة. هذا ما يجب أن يستقر عند الجميع ويتفق عليه الجميع، سنيين وشيعيين، دينيين وسياسيين. لا يجوز أن يسكت على دم يسفك، لا يقبل هذا الإسلام، ولا يقبل هذا الخلق، ولا يقبل هذا العقل، ولا يقبل هذا العرف، ولا يقبل هذا القانون. نحن ننادي إخواننا في العراق، وننادي إخواننا في إيران أيضا، لأن بيدهم المفاتيح المحركة في هذه القضية. وأنا أقول هذا وأنا رجل في هذه القضايا أصارح ولا أجامل وأكاشف ولا أنافق، قد يغضب مني الكثيرون، وهناك من غضب مني وقال إنه يثير الفتنة، أنا لا أثير الفتنة، ولكني أنصح الأمة، ولكني أكشف الحقائق، ولكني أنا النذير العريان، أنذر قومي بما أخاف أن يحدث، فيأكل الحرث، يهلك الحرث والنسل، ويهلك الزرع والضرع. أنا يجب أن تتنبه الأمة للخطر. قد أرسلنا بعض وفدا من إخواننا إلى إيران يمثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليلتقي بالرؤوس المسؤولة ويتفاهم معهم على ما يجب عمله لإنقاذ الموقف، وبذلك نقيم الحجة. هذا ما ينبغي. أنا أدعو الإخوة في العراق، أدعو رجال الدين، وأدعو رجال السياسة، وأدعو رجال الفكر، وأدعو رجال السلاح، وأدعو رجال القلم، أدعو الجميع أن يتقوا الله في هذه الأمة. كفى ما مضى من نزيف، قفوا هذه المجازر التي لا تنتهي. وأنا لي أن أدعو الإخوة الأكراد في العراق أن يقوموا بواجبهم، أن يقوموا بدورهم ويؤدوا ما عليهم. الوقوف على الحياد أبد الدهر لا يقبل، وقفوا على الحياد مدداً طويلة، ولكن الآن يجري في العراق عمليات
قد تنتهي بأشياء لا تحمد عقباها، قد تثير العالم الإسلامي كله وينقسم العالم الإسلامي بعضه على بعض. أدعو إخواننا الأكراد، أدعو جلال الطالباني ومسعود البرزاني والزعماء الأكراد الإسلاميين والوطنيين، أدعوهم أن يقوموا بواجبهم أولاً في الوساطة، في التوسط بين الفريقين، وهم قوة لها نفوذها، وبيدهم رئاسة الجمهورية، وبيدهم الخارجية، وبيدهم قوة لها قدرها ولها وزنها، أن يقوموا بالوساطة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا أمر الله للأمة. الأكراد الآن هم المطلوب منهم أن يقوموا بهذا الموقف، فإذا رفضت وساطتهم فعليهم أن يقاتلوا الفئة التي تبغي. وأظن أهل السنة لن يرفضوا الوساطة، لأنهم هم المظلومون، هم المعتدى عليهم، هم الذين يهجرون من ديارهم، هم الذين تغتصب مساجدهم، هم الذين يخطفون من بيوتهم، هم الذين تقطع رؤوسهم وترمى في الطرقات والخرائب، هم الذين يعذبون أشد العذاب قبل أن يقتلوا، هم الذين يقع عليهم ما يقع من هذه المآسي. إذا رفض الإخوة الشيعة فالمطلوب من الأكراد أن ينصروا المظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر المظلوم، أغث الملهوف، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المظلوم يجب أن يعان، الإسلام يفرض إعانة المظلوم ولو كان من غير المسلمين. إذا استنجد بالمسلمين عليه أن ينجدوه، إذا استنصر بهم عليهم أن ينصروه، هذا ما يفرضه الدين على أصحابه. لا يجوز أيها الإخوة أن نسكت على ما يجري في العراق، لأن ما يجري في العراق سينعكس علينا بعد ذلك، سينعكس على الأمة كلها، سيكون أثره أثراً بالغاً وسيئاً على الأمة إذا لم نتدارك الأمر. وقد حدث ما حدث، وسكت الساكتون وصمت الصامتون، وهو صمت الشياطين الخرس. لا ينبغي أن نزداد سكوتا بعد هذا كله، يجب أن نقول كلمتنا. أدعو حكام المسلمين أن يقولوا كلمتهم. حينما كنت في إندونيسيا دعوت الرئيس الإندونيسي أن يقوم بدوره وأن تقوم إندونيسيا بدورها في الوساطة. قلت له إن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية وليس بينها وبين أي بلد إسلامي مشاكل، تستطيع أن تقوم بدور وأن تتحدث مع الدولة الإيرانية وتخاطبهم في هذا الأمر. كل حاكم مسلم عليه أن يقوم بدوره في حماية السنة الذين يكادون يقضى عليهم، الذين يكادون يبادون. هذه فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع الذي نعيش. يجب على كل منا أن يقوم بدوره في هذا الأمر ولا يترك الأمر ويقول أنا مالي. لا، النار حينما تندلع لن تتركك. من رأى النار بجواره ولم يطفئها ستأتي إليه وتأكله، وتأكل داره، وتأكل أهله، وتأكله هو. يجب إطفاء النار، هذا هو واجب الأمة في هذه الفترة العصيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجها منها، وأن يكتب لها منها السلامة والعافية، وألا يهلكنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام،
اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على الصهاينة المجرمين المعتدين الغاصبين، وعلى حلفائهم من الصليبيين الكائدين الحاقدين، وعلى جميع أعدائك أعداء الدين. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم لم شتاتهم، اللهم أعنهم على شهوات أنفسهم، اللهم أصلح فساد قلوبهم، اللهم أعنهم على حل مشاكلهم، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخوتنا في أفغانستان، وإخوتنا في كشمير، وإخوتنا في الشيشان، وإخوتنا في الصومال، وإخوتنا في كل مكان. اللهم افكك بقوتك أسرهم، وادبر برحمتك كسرهم، وتولى بعنايتك أمرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.